بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إضافة الأعشاب إلى الشامبو الخاص بك هو وسيلة أكثر فعالية وسهلة لحماية الشعر من التساقط، ولكن يجب اختيار الأعشاب التي تناسب نوع شعرك والتي لا تؤدي إلى تهيج فروة الرأس. إليك بهذا الفيديو عدة أعشاب نضيفها إلى الشامبو من أجل علاج تساقط الشعر وفوائد أخرى كثيرة سأحاول ذكرها. طبعا هذه الأعشاب كلها آمنة ولا تسبب أي حساسية للشعر أو حتى للعين بصفة عامة. أولا نحتاج إلى الشامبو الذي تستخدمينه، 2 ملاعق طعام كبيرة من الشامبو، ويمكن أخذ كذلك صابون نابلسي، صابون زيت الزيتون، وبشره ناعم وتذويبه بخلاصة أي عشبة من هذه الأعشاب. مثلا إذا استخدمنا في هذا الفيديو عشبة هنا إكليل الجبل أو الروز ماري لازير، نقوم بغليها في الماء، كوب من العشبة مع كوبين من الماء، تغلي جيدا، وبعدها نقوم بتذويب الصابون بها إذا استخدمنا الصابون الطبيعي. إذا استخدمنا الشامبو نأخذ هنا 2 ملاعق طعام كبيرة من الشامبو، وإذا استخدمنا كل قارورة الشامبو نستخدم 1 ملعقة طعام كبيرة من مطحون عشبة إكليل الجبل. نأخذ هنا قلت 2 ملاعق طعام من الشامبو ونضيف عليها 2 ملاعق شاي صغيرة من عشبة إكليل الجبل الروز ماري. هذه العشبة تناسب جميع أنواع الشعر وجميع ألوان الشعر، فقط صاحبات الشعر الأشقر أنصح بعمل عشبة البابونج. نأخذ كذلك 2 ملاعق شاي صغيرة من عشبة البابونج نضيفها إلى هذه الوصفة، ونتحصل على هذا الشامبو. نستخدمه أثناء الاستحمام مع عمل تدليك للفروة جيدا حتى نستفيد من فوائد هذه العشبة، حيث يساعد إكليل الجبل على تعزيز صحة الشعر ومعالجة مشاكله، منها أولا تغذية الشعر من خلال امتلاكه عناصر طبيعية مفيدة، يعمل على تحسن تدفق الدم لفروة الرأس للحصول على شعر صحي وجميل، كذلك يحد من ظهور مشكلة القشرة ويقلل من مشكلة جفاف وتهيج وحكة فروة الرأس، وذلك للحصول على فروة صحية، وكذلك ممتاز للشعر الخشن. فهذه العشبة مزجها مع الشامبو يعمل على تنعيم الشعر الخشن ويعزز صحته ونعومته، كذلك يعمل على ترطيب الشعر ومنعه من الجفاف والذي يتسبب بظهور العديد من المشاكل للشعر، حيث يعد إكليل الجبل بلسم طبيعي يعمل على تمشيط الشعر ويخلص من العقد ويجعله لامع وكذلك ناعم ورطب. كذلك إكليل الجبل يساعد كثيرا في علاج مشكلة ظهور الشعر الأبيض ويحارب الشيب. يساعد محتوى إكليل الجبل على خصائص مضادة للأكسدة للتخلص من مشكلة الشعر الأبيض، حيث يقلل ظهور الشعر الأبيض في الرأس ويعالج مشكلة الشيب. فيحتوي إكليل الجبل على العديد من الأحماض المفيدة، مثل لدينا هنا حمض البن، وكذلك يزيد من نمو وطول الشعر لأنه يحتوي على مادة الروزماريسين والتي تساعد على استعادة لون شعرك الطبيعي
وبالتالي يزيل الشعر الأبيض. يمكنك استخدامه مع كل استحمام، وشطف الشعر بمغلى إكليل الجبل كآخر شطفة للحصول على نتائج سريعة. وكذلك إكليل الجبل ممتاز لتقوية الشعر وتعزيز صحته ومنعه من الفقدان والتساقط. هذه الوصفة صلاحيتها تدوم لمدة 3 أشهر، وهي آمنة للحوامل والمرضعات وحتى للرجال والبنات كذلك من عمر 5 سنوات فما فوق. يمكننا استخدام عشبة إكليل الجبل لهم مع الشامبو وبكل أمان. الوصفة الثانية هي خاصة لصاحبات الشعر الدهني، مناسبة كثيرا لهم. نحتاج فيها إلى عشبة الزعتر، نحتاج لعشبة الزعتر ولكن تكون مطحونة على شكل بودرة ناعمة. عشبة الزعتر قلت هي ممتازة لصاحبات الشعر الدهني. 2 ملاعق طعام كبيرة من الشامبو، ونضيف عليها 2 ملاعق شاي صغيرة من الزعتر المطحون، يكون مطحون جيدا وناعم. وبعدها نقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. إذا أحببت عمل هذه الوصفة وشعرك من النوع الجاف جدا، يمكن إضافة ملعقة شاي صغيرة من زيت جوز الهند أو ملعقة شاي صغيرة من زيت الزعتر، أو يمكن استخدام زيت زيتون أو أي نوع زيت، لأن الزعتر هنا يقوم بتجفيف الشعر نوعا ما. لهذا أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة من أي زيت متوفر عندك في البيت. نستخدم هذه الوصفة عند كل استحمام، ونقوم بعمل تدليك للفروة لمدة حوالي من 2 إلى 3 دقائق حتى نستفيد أكثر من هذه العشبة. كما أنصح بآخر شطفة أن تكون بمغلى الزعتر. من أول استعمال لهذه الوصفة يوقف التساقط، ومن أول استخدام لها. الوصفة مجربة وسبق ووضعتها بالقناة، هي آمنة للحوامل والمرضعات والرجال والأطفال الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق. يمكن استخدامها وبكل أمان. يمكننا عمل كمية كبيرة في علبة شامبو كاملة. نضع ملعقة طعام كبيرة من عشبة الزعتر المطحون. إذا كان الشعر من النوع الجاف، نضيف 0.5 ملعقة طعام كبيرة من أي نوع زيت يناسب نوع شعرك. صلاحيتها تدوم كذلك لمدة 3 أشهر، والنتيجة قلت واضحة من أول استعمال. العشبة الثالثة والممتازة كذلك لدينا هنا الزنجبيل المطحون، زنجبيل بودرة. كما يمكن استخدام الطازج بأخذ عصيره وإضافته إلى الشامبو. نضيف 2 ملاعق شاي صغيرة من الزنجبيل المطحون ل2 ملاعق طعام كبيرة من الشامبو، وفي علبة واحدة من الشامبو نضيف 1 ملعقة طعام كبيرة من عشبة الزنجبيل. نقوم بمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض. يمكن إضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين إي أو كبسولة من كبسولات الأوميغا 3 لكل هذه الأنواع من الأعشاب، ممتاز كذلك للشعر. أو حتى حمض الفوليك، يمكن إضافة حوالي 5 كبسولات من الحمض، حمض الفوليك، الأسيد فوليك لهذه المكونات، لا مانع أبدا في ذلك. ونتحصل على شامبو الزنجبيل، مفيد جدا للشعر. نستخدمه عند كل استحمام، ونقوم بتدليك فروة الرأس جيدا لاستفادة أكثر منه. هو آمن للحوامل، للمرضعات، للرجال والأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق. يمكن استخدامه وبكل أمان. صلاحيته تدوم لمدة 3 أشهر. نقوم بعمل الوصفة الرابعة كذلك، هي ممتازة
نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة من الشامبو، ونضيف عليها ملعقة شاي صغيرة واحدة من القرنفل أو بما يسمى بالمسمار أو كبش قرنفل. نضيف ملعقة شاي صغيرة منه، ونقوم بمزج المكونات جيدا، القرنفل أو المسمار مع الشامبو جيدا، ونتركه لحوالي أسبوع كامل. بالنسبة لهذه الوصفة نترك القرنفل لمدة أسبوع كامل في الشامبو، وبعدها نقوم باستخدامه. هذه الوصفة بالنسبة لعملها في علبة كاملة من الشامبو، نستخدم 4 ملاعق شاي صغيرة من القرنفل أو بما يسمى بالمسمار، ونستخدمه عند كل استحمام مع تدليك لفروة الرأس، آمنة للحوامل والمرضعات والرجال والأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكن استخدامها وبكل أمان. صلاحيتها تدوم لمدة 3 أشهر. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.